تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. المرحمة دي اللي هي نوع إيه؟ نوع من أنواع الرحمة، والرحمة والرحمات يعني في داخل فيها صلة الرحم؟ طبعا المرحمة أصل المرحمة دي غريبة. لفظ عام يشمل كل من يدخل بالصبر في الرحمة أو تواصوا بالمرحمة. الصبر على الابتلاء ولا الصبر على الناس ولا الصبر على إيه؟ الصبر على الطاعة وعلى المعصية. الصبر على الطاعة وعلى الإيه؟ وعلى المعصية. مش أبو هريرة بيشكل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ليه حد قريبه كل ما يروح يديله حاجة يؤذيه؟ فقال له ده اسمه الرحم الإيه؟ الكاشح. الرحم الإيه؟ الكاشح. اللي هو إيه؟ طيب المرحلة الرحم الكاشح دي مش أي حد يوصل لها، خلي بالك. لأن أنت عشان تيجي تخشي وتديني هدية وأنا أشتمك وأنت ترجعي لي تاني، لا، الناس تقول لك ما عندوش كرامة. لا لا، ده احنا التليفونات كلها الرحم الكاشح. طيب فضلت الشيخ، لا لا خالص، لا 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 ما الناس كلها لا لازم نضغط. ما هو ربنا قال إيه؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحظ العظيم اللي هو النصيب الأكبر من رحمة الله. يوم القيامة ربنا ينادي حاضر خلصتي. يوم القيامة ربنا ينادي أين أولو الفضل، فيقوم ناس كده يخشوا الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب ولا عتاب. فالملائكة تقول ماذا كان فضلكم؟ يقولون كنا إذا أسيء إلينا صبرنا، وإذا جهل علينا حلمنا، وإذا أعطينا لا نمنع عن خلق الله شيئا. ثانية واحدة، أنا لما بعمل لحضرتك إننا خلصنا مش معناها إنك أنت تقوم قايل قدام الشاشة إن أنا بعمل لك علامة. أنا بعمل علامة من والناس مش يعني ما تبقى لك ثلاث ساعات عمالة تقولي لي خلصنا، يعني الناس مش شايفيني، فمش لازم كل ما بعمل لك تقوم مطلع إن أنا بعمل لك. حاضر، نتعود مع أنا قربنا نعتزل. حاضر، حاجة تانية؟ قربنا نعتزل العمل الإعلامي يعني. ساعدني ساعدني. حاجة تانية؟ شكرا، نورتني يا ست دعاء. أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان، ورزقني وإياك والمشاهدين زيارة النبي العدنان. نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل معاك. برافو عليك، جدع.